السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. شلونكم؟ عساكم طيبين؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا ربي كل اموركم طيبه. اليوم ودي اسولف لكم عن سالفه صارت لي في البحرين في المده الاخيره، الرحله الثانيه مع بنتي الصغيره. لما رحنا كان تذكرون من خميسين اعتقد. المهم بالنسبة حق بنتي، أول مرة تروح البحرين، فعشان هي ما كملت توها موظفة جديدة وما كملت المدة عشان تاخذ إجازة، خذينا الويك إند. بس شنو نوع من التربية بالنسبة لي أنا ورؤيتي، إن أعطيها زمام الأمور، إن هي اللي تحجز التذاكر وتحجز الفندق من باب الثقة، أعطيها الثقة بنفسها وكذي، وتتعلم من أخطائها، يعني بيان بالعمل. ما أقول لها لما تقول لي الفندق يما حجزت الفندق الفلاني، أقول لها لاش حقي حجزتي، هذا قديم ما ينفع، أكو فنادق جديدة. ما قلت لها الكلام هذا، وأنا أدري إن الفندق اللي حجزته قديم يعني، ولكن سكت عشان أبيها تشوف بنفسها يعني، وهي اللي حجزته وشافت شيء بالبوكينج ولقت شيء، فعلا هذا اللي صار يعني. الحمد لله تعلمت من خطأها. المراد احنا سكننا في العدلية، والعدلية طبعا الكثير منكم يعرف ان فيها كمية مطاعم تونس وحلوة وقعدتها حلوة وراقية جدا، وتقدم حتى اكل وايد حلو، وفي منافسة قوية بهالمكان. احنا كل مرة نروح حق مطعم اسمه كوكو، وهذا أول مرة يعني قرينا عنه ونبي نعرفه، ما عرفنا وين لأنه بالداري على قولة المصريين، مو واضحة لا علامة ولا حاطين ولا شيء. المراد الحين احنا طلعنا من الفندق وأنا مأجرة سيارة، يلا يا بنيتي خل نروح. يواع نبي هو قعد عشاء كان، فضحك لما طلعنا من بوابة الفندق خطرت الشارع، بس خطرت الشارع ودخلت بالمواقف مواقف اللي احنا نوقف فيهم عشان نصل سيارتنا وننزل حق المطعم. فقعدت تضحك تقول لي يما شو تضحكين؟ قلت لها هذا الموقف لو احنا ماشيين على ريولنا كان وصلنا، يعني ليش ركبنا سيارة ورحنا وحالتنا حالة. فطلع ان لا الفندق لصيق بالمواقف ولصيق بالمطاعم. ذكرني هذا بشغلة بالخمسة وتسعين انا رحت مع ابو بناتي شهر العسل. وين رايحين؟ رايحين النمسا، تحديدا السلمزي. لما ركبنا القطار من فيينا متجهين حق السلمزي، واحنا بالنسبة لي انا وهو اول مرة نروح النمسا، والناس تتكلم الماني فمش حالك بالانجليزي، ولكن شكل رايحين مقامرة يعني على ويهنا، ما ندري، بدون ترتيب، بدون، ما عندنا الثقافة هذه اصلا. بس تذكرتك اخذ فندقك وانتهى الموضوع، لكن ان بتوين ما الواحد ذاك الوقت عنده هذه الثقافة يعني. المهم وصلنا من القطار، نزلنا من المحطة، من القطار طلعنا من المحطة نسحب جناطنا انا وياه، ووقفنا مدة ننطر تاكسي. لاحظنا ان ماكو تكاسي وايد، لكن على ما يانا اللي طالعة عيننا يعني، تقريبا نطرنا خل نقول والله مو اقل من نص ساعة على ما اذكر. المهم يانا التاكسي، وين تبون راوينا الكرت المكتوب ان هذا الفندق، طالعنا بنظر احنا ما فهمناها، حطينا جناطنا بالسيارة، ركبنا السيارة. ايش سوى؟ كان يسوي كذي، كان يقول نزلوا. قلنا وين ننزل؟ تقول كان الفندق. طلع شنو؟
المنطقة هذه أصلا ما فيها سيايير، يعني بس تمشون، هي عبارة عن للي ما راح السلم، عبارة عن بحيرة دائرية فعلية، دار مدارها المباني ودار مدارها جبال عجيبة تينن هالمنطقة، سبحانك رب الخالق العظيم. فبالتالي الناس مسوينها مات مشاة، اللي احنا تونا مستانسين نسوي طرق وكذي حق مشاة يعني بدون سيارات، فعشان كذي التكاسي قليلة. أثاري بظهري أنا لو ملتفتة أو هو ملتفت كان شفنا دري نركبه وندخل الفندق. فهذا اللي ربطته بيني وبين بنتي لما رحنا حق العدلية، طلعنا من الفندق خطرنا شارع صغيرون كذي بس كونكشن كذي، ودخلنا بالمواقف قعدت هني قاعد تضحك. بس هذه سالفتي معاكم اليوم، يا رب تكون رسمت على الأقل بسمة بسيطة على وجوهكم. في أمان الله.